وأيضا لدينا الكثير من الاتفاقيات على الصدد و الكثير من الاجتماعات بين وزارة الخارجية في سيراليون ونظيرتها في المغرب من أجل تقوية هذه العلاقات، ووقعنا الكثير من الاتفاقيات، وأيضا سنرى كيف يكون ذلك يطبق بشكل ملموس. وأيضا كان لدينا لقاء في الداخلة وأيضا في يناير، وأيضا أنا انتقلت أيضا وصادقت على اتفاقيات، كل الاتفاقيات التي عكفنا عليها، وأيضا استقبلت شخصيا وفد من المستثمرين في سيراليون، وأنا تفاعلت مع هذا الوفد، وأيضا لكي نوسع من نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري. وأنت قلت لي بأن سيكون هناك وفد آخر من وزارة الفلاحة الذي سيدعم سيراليون في التثمين والتقوية، وأيضا للعمل على ما اتفقنا عليه سابقا. هذا يصادف أجندة سيراليون التي تضع الفلاحة في صلب اهتماماتها، وأيضا لتأمين التغذية في سيراليون. إذن أشكركم على كل هذه المجهودات، وأيضا المملكة المغربية على كل هذا. وأيضا أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على المصادقة، وأيضا على كل ما نحاول نقوم به من حج إلى مكة والحرم المكي، وهذا شيء مهم ومهم جدا. وأود أن أشكر الجميع لهذا العمل يدا في يد لتثمين وتقوية هذه العلاقات. وفيما يتعلق بالمقاربة متعددة الأطراف، أود أن أتكلم عن قضية الصحراء، ونحن نؤكد للدعم للحكم الذاتي هذه المبادرة التي هي ذات مصداقية ومسار مقبول وواقعي بالنسبة للصحراء المغربية. وأيضا أود أن أعبر عن دعمنا لهذا المسار الأممي لكي نصل إلى حل واقعي ومستدام. وسيراليون أيضا تدعم الوحدة الترابية للمغرب عبر كل ما تقوم بها على أرض الواقع، وهذا عبر إطلاق قنصلية في الداخلية، وأيضا اجتماع وزاري للدعم اقترح الحكم الذاتي، وأيضا عبر التعاون مع قضايا المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا نحاول أن نمر بهذه العلاقات قدما من أجل خدمة صالح المغرب وصالح شعب سيراليون. إذن يسرني أن أكون حاضرا معكم هنا اليوم، وأيضا أن أستقبل الوفد الذي سينتقل إلى فري تاون لكي يعملوا معنا من وزارة الفلاحة، وأيضا نعمل أيضا على مواضيع مرتبطة بالثقافة أيضا. وفي كل مرة نأتي إلى الرباط يعني تعجبني حفاوة الاستقبال في هذا البلد. وأيضا أن أود أن أشكرك السيد الوزير، وأتطلع لاستقبالكم في فري تاون، وهكذا أشكركم جميعا وأتطلع للمضي قدما في هذه العلاقات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.